أنا بنتي تدرس هنا بالبحرين جامعة الخليج، يعني تعرفت على شباب وزميلاتها بالجامعة من كل الخليج، خاصة عمان والكويت والبحرين. لما أنت مثلا من أهل دبي وتدرس في جدة أو تدرس في أم القرى في مكة، فتيجي تشوف ناس ثانية، تشوف مدرسين محاضرين جامعات مختلفة، بس الدراسة في دول الخليج تطورت كثير. لما تطالعينها بالثمانينات وتطالعينها الآن فرق كبير. بلادنا يعني جنب بعض، هذا واحد، يعني ما في مسافات بعيدة. غير كذا أن المجتمع الواحد اللي هو يعتبر الخليج كلنا عوائل، يعني ما في فرق بين وبين بعض. يعني احنا كلنا خليج واحد وبلد واحد، بس هم البيئة اللي هو فيها تفرق معه. يعني في نوعا ما غربة، بس مش مثل الغربة في أوروبا أو في شرق آسيا، تختلف. إني الواحد بين أهله وناسه في الخليج كله ما يكون في غربة أبدا. هذا احنا نيجي في الوقت مثلا هنا في أقاربي في الإمارات، في أقارب لنا في الكويت، فما لا ما في كلها ما شاء الله تبارك الله. في الإمارات 700 كيلو وانت في الإمارات، 30 كيلو وانت في البحرين، 400 كيلو وانت يعني أهل. العمل اللي يقوم فيه الأجنبي أنا فيني كمواطن خليجي، خلاص أنا يجب أن أستغني عن هذا وأعطي الفرصة لأبناء الوطن. فرصنا أعلى وتكون السيولة أكثر وتكون الاقتصاد متين. أما لما تكون السيولة تطلع لبرا دول مجلس التعاون، ما يستفيد مجلس التعاون منها لأنها مغادرة الأموال هذه.